وفي الحقيقه انا 45 عام في هذا الحي هذا، اللي كنعاني بزاف ديال المشاكل. كنعاني من ناحيه السكن يعني غير لائق، وما عندناش سميتو ما عندناش مثلا الطواليت، ما كايناش الضوء، ما كاينش الماء، ما كاينش، وكنعاني بزاف يعني. وكنتمنوا يكون واحد الساكن. الماء كناخذو غير من العوينه، يا شحال هذه ما كانش عندنا الماء، وهذه ما ولات عندنا العوينه. عندنا العوينه من قبل كنا كناخذو من عند لي شانطي، بحال شي فيلا كتبنا حدانا ولا شي حاجه، كنمشيو نسقيو من عندهم وكناخذو من عندهم الماء، وتكرفنا بزاف الحقيقه. والضوء يعني الضوء عندنا ولكن عشوائي، ما عندناش الضوء يعني. بالنسبه للفاتوره ديال الضوء كيفاش كيجيكم؟ يعني ما كتجيناش الحقيقه، ما عندناش المواكن، قليل قليل اللي عنده المكان كيخلص، اللي ما عندوش راه ما كيخلص. انت يعني واش كطمح يكون عندكم شي سكن احسن من هذا؟ وان شاء الله كنتمنى ان شاء الله يكون عندنا سكن، وفني تسع وليداتنا وداك الشيء. يعني السكن عندنا غير لائق، بحال انا عندي جوج بيوت وما عنديش طواليت، فهمتي؟ وحنا شي ستات انفوس، اني ما عايشيش مزيان، فهمتي؟ نتمنوا شي سكن ان شاء الله يكون مزيان. كانوا كيجيو دوك المنتخبين كانوا كيجيو عندنا تيقولنا راه حنا غادي نبنيو لكم السكن وغادي نديرو لكم، وما شفنا منهم حتى شي حاجه، فهمتي؟ حتى شي حاجه ما كاينه. وكنتمنوا ان شاء الله السلطات ويشوفوا من حالنا ان شاء الله، حيت حنا بقينا غير حنا بوحدنا اللي في هاد الكارينه، كاع الكارينات كلهم عطاو، بقينا غير حنا، فهمتي؟ وكنتمنوا ان شاء الله يكون شي سكن ان شاء الله اقتصادي ولا كيما كان، باش لائق ان شاء الله، باش نعيشوا حنا وليداتنا حتى هما ما يعيشوش في هاد البناء العشوائي. وكنتمنى لوليداتنا هما يعيشوا في شي سكن مزيان ومستوى. نعم مستوى. شكرا عمي، شكرا بزاف. الله يحفظك خويا، الله يحفظك. كل واحد كيطمح معايا احسن وحاجه زوينه، ولانه الضيق خويا وكاين الضيق وهادي، وكنطمح المسؤولين يسهلوا علينا شويه الامور، وهادي راه الله اللي غالب خويا. الشكل خويا اللي كنعيشو هو الضوء والماء خويا، وش نقول قله النظافه وداك الشيء ما كاينش، وهاد الدار ما كيعطوش اهتمام خويا، ما كاينش شي واحد كيجي يشطبو ولا شي حاجه، كلشي كيشطبو من الجناب ديال الفيلات وداك الشيء، وهنا الداخل ما كيشطبو ما والو. واخويا راه كانوا كيجيو كيحسوا من 86 وما عمرهم خويا داروا معنا شي حاجه، عمرهم داروا معنا شي حاجه خويا، وحنا كنطمحوا يعطونا شي حاجه زوينه. الله يرحم بها الوالدين، الله يجازي المسؤولين، عطانا شي حاجه وحاولوا يتفاهموا معنا، تما راه حنا دراوش لا والو خويا، لا والو، التفاته والو، التفاته وحدايا كيجيو خطره في رمضان خويا، كاين اللي كياخذ وكاين اللي ما كياخذش، كاين الفرزيات من عند دوك الناس كيصيفطوا المؤونه، كاين اللي كياخذ كاين اللي ما كياخذش. فصل الشتاء خويا كنعيشوا شويه محان، كاين اللي عنده القطره مسكين، كاين اللي كيدخل ليه الماء للدار، فهمتي؟ كاين اللي عنده القطره، كاين الماء للدار، هادو كيفيضوا خويا، فهمتيني؟ ما الجو ما كتنشر تريكول هيك كيولي لك هيك، فهمتي؟ ما كاينش واحد لاباز. اخر كلمه خويا كنوجه هاد الكلمه للمسؤولين، يحاولوا يشوفوا في الناس اللي ضعفاء، راه خويا باش ما كان كلشي فايت الدنيا في الدنيا، فهمتي؟ والشيطان ولد الحرام كيلعب دورو، ولهذا الانسان خاصو شويه، حيت لان الا جينا نقلبوا على الانسان كنلقاو الجذر ديالو طيب، فهمتي؟ ما نكذبش لك اخويا، حنا مضرين في هذا السكن الاقتصادي، يعني الشتا علينا، البرد علينا، العوينه انت كتشوف في العوينه كيفاش كنسقوا في الماء، يعني الماء قليل، يعني حنا ما كرهناش تكون عندنا سكن احسن من هذا السكن، كما قالت لك السيده عندنا بيوت شنو هي براكه، يعني راه بغينا حنا تكون عندنا دارنا وتكون عندنا العائله، كما قالت هي السيده خص تجي عندنا عائلتنا حنا، كل شيء خصو يكون عندنا، حنا ما كرهناش اخويا احسن من هذا السكن، بغينا نتحولوا من هنا، يالله يجازيكم خيرا. ما نكذبش عليك راه قديمه بزاف، الستين ستينات، من ستينات راه قديمه هاد العوي هنايا، الاقتصاد راه قديمه بزاف، ما كرهناش حنا يكون عندنا احسن من هادشي، بغينا نتحولوا كما قالت لك السيده، راه الشتا علينا، البرد علينا، القطره علينا، كلشي علينا بزاف، وخصوصا هاد المرض، ها هو جا ولينا كنخافوا نخرجوا نتلاقوا مع بعضياتنا، كنخافوا ولينا شي بعيد من شي،
مي خويا حنا ما عندناش الماء، ما عندناش الضو، كيقطعوا علينا الكرا علينا، المصروف ما كاينش، كيجيو الكرايه ياخذوا عندنا الفلوس، شحال من حاجه ما عندناش، وحنا ساكنين غير في حي شعبي، ما يمكنش حنا ندخلوا الماء، شحال من حاجه فهمتي، كنبقاو نص نهار وحنا في العوينه نص نهار، والماء قليل، الشمس علينا، جات الشتا كدارنا، جا الشمس كدارنا، شحال من حاجه ما كاينش اتساع، العائله ديالنا ما كتجيش، شحال من حاجه خويا ضارينا في هذه القصيبه. جاو كيجيو كيحسونا ملي كينوضوا الكراه، كينوضوا هادو مالين المرك، كيلقاو المشكل عاوتاني كتمشي موده، عاوتاني كيجيو ما عرفناش، ودابا باغيني كيجيو الناس يخلصوا عندنا الكراه، ما فهمناش حنا ما عندناش، من غنجيبوا لهم الفلوس؟ من غنجيبوا الفلوس فهمتي؟ حنا بغينا العائله، حنا بغينا العائله تجي عندنا تبات عندنا، شحال من حاجه دابا الا جاو عندنا كيضلوا عندنا نص نهار وكيمشيو، ما غتشبعيش انت من العائله ديالك فهمتي؟ هذا ما كان اخويا.